ايش فيك الله يهداك داق علي وايد؟ خير من قعدت ما قلت لي شيء. ايش فيني بعد؟ وانا عندي هم غير فهد. شوف شوف الفرق بينك وبينه. مع انكم متقاربين بالعمر. لكن ما شاء الله عليك. مهتم بالشغل وخايف على شغلك وخايف على اسمك ومنصبك، عرفت شو؟ وهو هنا في. كنت اتمنى ان يكون موجود عشان يكون صديقك. والله يا عمي فهد والنعم فيه وانا اتشرف برفجته، بس بعد لا تلومه، اكيد قاعد يمر بصراع نفسي مع نفسه وخايف يرد عليكم وما يرد ويمكن يخسركم. خسرني؟ وليه بالحين ما خسرني؟ اخ يا عمي، قلب الام والابو احن قلبين حق عيالهم، وانت ذكرتني بامي وابوي الله يرحمهم ان شاء الله بدل ما تروحهم الجنه. انا اسف يا عادل اني ذكرتك بامك وابوك. عادي ولا يهمك ابو عليك، بس شوف رب العالمين عوضني فيك انت وخالتي ام فهد، الله يحفظكم ويطول بعمركم ان شاء الله. توصي شيء الحين؟ لا لا يبو حفظك الله، حفظك الله يبو. خالد شفيك يا اخوي؟ شنك مو مستانس؟ من قال لك مو مستانس؟ ما ادري اللي يشوفك كذي يشوف انه ضايق خلقك وشايل الدنيا كلها فوق راسك. لا يا اخوي، انا الله فكني منه، رب العالمين نجاني من هالآدمي. توبه يا خالد، التوبه النصوحه الله سبحانه وتعالى يقبلها، وانت تستاهل كل خير. خير بوجهك يا محمد، بس لو الله يفكنا من هال الأثول هذا. تقصد فلاح؟ اي فلاح. انت مو تقول انه ساكن بنفس العمارة. اي بس بلاك ما عرفته زين. الحين هو اصلا اللي يخاف ويبي يطلع من الشقة. يخاف نبلغ عنه. أنا لازم أطلع من هالعمارة دام هم فيها علشان أبعد عن الشبهات. ألو، ها وينك فيه؟ تحت؟ يلا يلا نازل لك. باي باي. يمه عندي خبري فرحتش. قولي يمه فرحيني. يمه نجحت. نجحتي؟ امتياز مع مرتبة الشرف. ويا بعد قلبي. حبيبتي ألف مبروك. بارك. الحمد لله الله ما ضيعتها بك. الحمد لله. ما هش فيك ماما نجحتي؟ بل الحمد لله نجحت بس مو نفس هي. زين تعالي أبي أكلمك. يلا عن إذنكم أنا بصعد فوق بد ملابس. يلا تعالي. شوفي يا مها يا حبيبتي، أنا صدق الله ما عطاني عيال، لكن الله عوضني فيك أنتي وهي، وأنتي حسبة بنتي. وأنتي بعد خالتي، حسبة أمي الله يرحمها. مها، يما طريقتك بالتعامل مع علي غلط. شوفي، علي وايد يحبك. ما يصير تتعاملين معه بهالطريقة. بعدين بقول لك شيء، كل رجل عنده قدرة معينة على التحمل. بعدها لا. يعني علي يقدر يستغنى عني؟ إذا بتتمين تعاملينه بهالطريقة بيستغني عنك. خالتي، أنا ما أقدر أعيش مع عمتي بنفس البيت، وبعدين أبوي لازم يكون عنده علم، بس وين؟ لا هي بحياته. الله يسامحه، أكيد معها عذره. لا، ما له عذر، أنا بنت العودة. وبعدين أنا وين أروح؟ لا تقولين هالحكي يا مها، أنتِ بيتك وأنا أمك، أنا كل اللي أبي منك إنك تغيرين طريقة تعاملك مع علي. وخلي أم علي علي، أنا راح أحل موضوعها. دقي على علي، دقي عليه بشري بنجاحك. أنا بك. مش معك.
ألو علي؟ هلا والله، هلا بالغالية، هلا بروحي أنت. أفا أهون عليك؟ صدق والله؟ نجحتي؟ خلاص يعني أنت الحين خريجة؟ ألف مبروك يا الغالية. زين زين عيل، بالمناسبة هذه لازم نحتفل اليوم. شنو بعدين؟ لا لا، كان يايلش، يلا بالطريق. يلا باي باي. باي. والله أنا شريتها علشان أراضيها. يلا، صارت هدية التخرج.